الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير لكن مكثف إن شاء الله بمثال كمي كيف نكتشف مشكلة لا تجانس التباين، يسموها هيتروسكيداسيسيتي، وكيف نحلها في بعض الأحيان. وعلى بركة الله نبدأ. الآن أقدم في هذا المقطع كما ذكرت الجزء الأول من مشكلة لا تجانس التباين Heteroscedasticity Problem. ما هو المقصود بلا تجانس التباين وما هي تبعات هذه المشكلة على تقدير المربعات الصورة الاعتيادية، وكيف يمكننا اكتشاف وجود المشكلة وكيف نحلها إن شاء الله. مشكلة لا تجانس التباين أو عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي هي تغير تباين الخطأ العشوائي بين المشاهدات. الآن تعتبر مشكلة لا تجانس التباين من المشاكل التي تندرج تحت عنوان انتهاك الفرضيات الأساسية للمربعات الصورة الاعتيادية، هي الـ OLS أو Ordinally Square، أو Violation of the Basic Assumptions of the OLS. ما هي ما يسمى بالفرضيات الأساسية؟ أول شيء القيمة المتوقعة للـ Errors يساوي صفراً. الآن هذا الرو هو معامل ارتباط بين الخطأ جي والخطأ الخطأ جي صفر، بمعنى آخر أن الكوفارينس أو التباين المشترك بين الأخطاء المتسلسلة المتتالية تساوي صفرا، ما يعني بأن معامل ارتباط بين الأخطاء المتتالية تساوي صفرا. وواحدة مهمة جدا من الافتراضات التي نستند إليها في ما يسمى بالمربعات الصورة الاعتيادية أو the ordinarily square هي أنه الفار هذا الفارينس أو تباين الأخطاء العشوائية البواقي هذا يجب أن يكون ثابتا، ثابت القيمة هنا X تربيع أو عفوا سيجما تربيع تساوي كمية ثابتة لا تتغير، أوكي، و X eyes مثبتة، هنا مثبتة ليس constant fixed. مهم جدا ترجعوا الى يعني الافتراضات الاساسيه لنظريه المربعات الصوره الاعتياديه او the ordinarily square method او theory، ثبتوا من هذه الافتراضات. لكن اهم افتراض يتعلق هنا بمشكله لا تجانس التباين هو انه الفار اللي هو الفاريانس او تباين البواقي هذا يساوي كميه ثابته سيجما سكوير ثابته القيمه. نتابع، هاي برد بركز عليها هنا، هذا التركيز فقط انه هاي الان الفرضيه التي تتعلق بالمشكله اصلا، مشكله لا تجانس التباين. عندما لا يكون سيجما سكوير ثابت بيكون في عندي مشكله لا تجانس التباين. تنشا المشكله في معظم الاحيان في البيانات او من البيانات المقطعيه كروس سكشنال داتا، هاي البيانات اللي هي مثلا استطلاعات راي، استبانات، بناخذ احنا يعني نرصد متغيرا ما في لحظة معينة مثلا محددة، كأن نقول ما هو دخل 20 شخص أو 1000 شخص أو 200 شخص في هذه اللحظة، وما هو الإنفاق من قبل هؤلاء الأشخاص على الطعام على سبيل المثال. ما يعني الآن البيانات بتكون متنافرة ومختلفة من شخص لآخر، وبالتالي بيكون تباين الخطأ العشوائي غير متجانس. هنا الآن هذه إذا تنشأ المشكلة في معظم الأحيان في البيانات المقطعية cross sectional data مقارنة مع بيانات السلسلة الزمنية اللي هي time series data، وقد تحدث المشكلة هذه عند حذف جزء من البيانات. لنفترض أنه لدينا سلسلة من مثلا 50 مشاهدة، حذفنا مثلا 10، 17، 19، 30 وهكذا، وبالتالي هنا يكون حذف جزء من البيانات ربما يؤدي إلى وجود مشكلة لا تجانس. أو في حالة قيام الباحث، يعني آخر سبب لحدوثها وهو سبب مهم جدا، في حالة قيام الباحث بالتوصيف الخطأ للنموذج القياسي أو ما يسمى Miss Specification of the Econometric Model، يمكننا اكتشاف وجود المشكلة بعدة طرق، طرق سهلة ومباشرة وطرق تحتاج إلى اختبارات. الآن نتعرف على طبيعة المشكلة بواسطة توضيح بياني. ما هي طبيعة المشكلة بالضبط؟ هنا توضيح بياني لها. على المحور الأفقي الآن المتغير المستقل X، المتغير التابع على المحور العمودي Y،
وهذه المشاهدات لاحظوا المشاهدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وهكذا عندما ننتهي ونريد أن نوفق خط مستقيم الآن بين هذه النقاط جميعا هذا الآن الخط المستقيم الذي يخترق كل هذه النقاط بعض النقاط فوق الخط المستقيم بعض النقاط تحته بعض النقاط أتت عليه أو قريبة جدا منه فالآن لما عندما نقيس الفرق بين موقع النقطة والخط المستقيم الإرر هذا اللي هو الخطأ أوكي مثلا هاي معادلة الخط المستقيم yi تساوي a زائد bxi لكن لاحظوا الخطأ هنا الفرق بيناتهم هنا هذا الخطأ الثاني أو الفرق الثاني الثالث الرابع وهكذا إذا عندي هون e1 مثلا e2 en هنا لاحظوا لي الآن كيف تقريبا الأخطاء متشابهة بالقيمة فوق وتحت الخط المستقيم لو الآن قمنا برسم خط تقريبا متقطع هذا وهذا الخط المطلق نجد بأنهما متوازيان بمعنى آخر كلما زالت X الآن لأن العلاقة طردية بين X و Y فيبقى تبقى المشاهدات فوق وتحت الخط لكن ما فيش انحرافات كبيرة أما الآن في هذه الحالة لاحظوا لي X على المحور الأفقي Y على المحور العمودي وهذه الآن النقاط لاحظوا لي كيف اخترناها هنا في تباين واضح هذا الخط المستقيم لما الآن نقيس الفرق مثلا هذا الفرق الأول هذا اللي هو E1 الفرق الثاني E2 الفرق الثالث الرابع الخامس حتى ننتهي من مثلا EN نجد الآن بأن الفروقات هي عمالها ترتفع كلما زالت X زالت قيمة الـ EI هذا سالب أو موجب يعني ليس هناك فرق المهم أنه تتباين وبالتالي لاحظوا لي هذا الخط اللي رسمناه وهذا السهم باتجاه الأعلى وهذا الخط لاحظوا لي فيه عندي دايفرجنس أو تباعد بين الخطين يعني هاتين الخطين بين هذين الخطين المتقطعين بالسهم إلى الأعلى وبالتالي هناك في عندي على الأقل بالنظر مشكلة لا تجانس التباين هنا في هذه القضية يترتب على هذه المشكلة تبعات عدم اتساق وصلاحية تقديرات بالحالة هاي عدم اتساق وصلاحية تقديرات مربعات صور الاعتدي اللي هي OLS وتحيزها inconsistency and biasness وما يعني الآن طبعا هنا اتساق وعدم تحيز هنا رائعة هنا الآن المشكلة عندي عدم اتساق مع تحيز وبالتالي هذا يستوجب حل المشكلة يجب علينا أن نحل المشكلة كيف؟ قبل أن نحلها يجب علينا أن نتعلم على بعض الاختبارات التي تمكننا من اكتشاف وجود مشكلة من عدمه قبل الشروع بمحاولة حل المشكلة أو اكتشافها يعني لابد من تحديد المقصود بالتحيز وعدم الاتساق الآن نقول عن المقدرات الاستيميترز التي نحصل عليها بواسطة المربعات الصورة الاعتيادية بأنها أفضل مقدرات خطية غير متحيزة best unbiased linear estimator هون عفوا best linear المفروض هون best linear unbiased estimator blue best linear unbiased estimator بعتر عن هذا الخطأ في الترتيب هنا إذا تحقق الشرط الآتي الآن هذا الشرط هذا عندي مجتمع إحصائي لاحظوا لي فالمجتمع الإحصائي نسبيا كبير بأخذ عينات هذه الآن مجموعة يعني العينة التي بدي أخذها الآن من المجتمع الإحصائي هذه الآن مفردة هذه مفردة أخرى مفردة ثالثة مفردة رابعة وبالتالي خلينا نقول هذه هي العينة الأولى عينة رقم واحد الآن نتابع نأخذ عينة ثانية تتكون من مفردات الآتي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ربما سبعة فهاي العينة الثانية وهكذا دواليك لاحظ أنا زدت الآن من أربعة إلى سبعة ونبقى نزيد حجم العينة مثلا هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 اوكي لنفترض ما يعني زالت او بقيت كما هي هاي العينة ان هذه الان العينات عندما نقدر دالة الخط المستقيم او دالة اللي هي بواسطة مربعات الصورة الاعتيادية تكون خطية طبعا تؤدي الى ماذا الان انه المعلومات التي نحصل عليها الفا 1 الفا 2 الفا ان بتكون متسقة وغير متحيزة ألفا 1 ألفا 2 ألفا N بتكون كل هذه A مثلا في المعادلة الخط المستقيم A
لو أخذت عينة الأولى والثانية تبقى قريبة جدا بعضها البعض. هنا الخطأ المعياري للمعلم المقدر لا يكون صغيرا وليس أكبر من معلمة المجتمع أو أصغر منها. هنا الآن هذا التوزيع الطبيعي مثلا للمعلمة ألف ون، فعندي ألف ون الأولى، ألف ون الثانية، ألف ون الثالثة، وهكذا فبطلع عندي بالحالة هاي هذه ألف موزعة طبيعيا. ولأنها موزعة طبيعيا بتكون بالحالة هاي في حالة تجانس التباين، ليس هناك تحيز وليس هناك عدم اتصال في هذه القضية، وبالتالي المقدرات اللي هي best linear and bias estimate. لكن في حالة وجود مشكلة لا تجانس التباين هذه الصفة لا تعود قائمة. نكمل الآن هذه الآن رسم بياني أو توضيح بياني كي يعني لمعنى عدم التجانس. لاحظوا الآن عندما كانت أكس في هذا الموقع هو الآن توزيع الواي آي، عندما انتقلنا إلى أكس هنا لاحظوا التوزيع انفرج أكثر، ثم هنا انفرج أكثر وأكثر، وبالتالي تباين هنا كان منخفض، التباين زاد، التباين زاد ثم زاد، وهكذا. ما يعني الآن اتجاه زيادة التباين، كلما زادت أكس كلما زاد أو زاد تباين إيش الخطأ العشوائي، ما يعني لابد من أنه الآن نعالج المشكلة. قبل معالجتها دعنا نرى أن ما هي الاختبارات الممكنة. هناك عدة اختبارات، اختبار النظر، واختبار جولدفيلد كوانت، اختبار بارك ليزر، اختبار بارتلت، اختبار وايت، لكننا في هذا المقطع سنقدم في هذا المقطع ثلاثة اختبارات فقط. هي أولا اختبار النظر فيجوال تيست، يتحقق ذلك عند النظر إلى شكل بيانات على مستوى ديكارت اكس واي يعني اكس واي بلين، ومحاولة التدقيق في النقاط المبعثرة. فإذا أخذت النقاط بالانفراج يعني ابتعادا بعض البعض عن الخط المستقيم الذي يتخيله الباحث مارا بين النقاط، فإن ذلك يدل على عدم تجانس أو لا تجانس. وكذلك إذا كانت النقاط المتتالية تقترب من الخط المستقيم أكثر من النقاط التي تسبقها كما هو مبين في الشكل هذا، لاحظوا لي هنا الشكل، هذه الآن النقاط، هذا الخط المستقيم الذي يعبر عن العلاقة الخطية بين X و Y. لكن لاحظوا لي كلما اتجهنا إلى اليمين يعني كلما زالت X، هذه النقاط تأخذ بالابتعاد للأعلى أو يعني على فوق الخط أو تحت الخط المستقيم، ما يعني بأن هناك مشكلة تباين. وبالتالي هنا باختبار النظر وجدنا على أنه في عندي مشكلة اللي هي مشكلة لا تجانس تباين. إذا لاحظنا هاي لقمنا بأخذ فقط البواقي يعني هذا E1 E2 E وهكذا وقمنا بتوزيعها، هذا الآن توزيع حول الصفر يعني إشي موجب إشي موجب سالب، فبكون بالحالة هاي هذا الجزء السالب لاحظوا لي ينفرج ويذهب إلى اليمين تحت وهنا يرتفع إلى الأعلى، وبالتالي في عندي توزيع البواقي بدل على أنه هناك مشكلة فقط بالنظر في مشكلة لا تجانس التباين. نأتي على اختبار آخر الآن، هو اختبار جولدفيلد كوانت، جولدفيلد كوانت تيست، يقضي هذا بترتيب المشاهدات تصاعديا حسب قيمة المتغير XI. لاحظوا لو كان عندي 50 مشاهدة برتبها مثلا من الأصغر إلى الأكبر أو العكس، فلنفترض بأن رتبناها من الأصغر إلى الأكبر ونذهب إلى أصغر قيمة عند X ونذهب إلى يعني نرى القيمة هاي ونقارن أو نأتي بقيمة Y التي كانت أصلا مقابلها، نضع الآن Y مقابلها. بعد ما نقوم بالترتيب هنا طبعا اكس فقط التي مرتبة ترتيب تصاعدي او تنازلي، لكن واي اي تحافظ على القيم المقابلة لاكس اي. بعد ذلك نقوم بحذف ام من المشاهدات الواقعة في الوسط، هلا سأبينها بيانيا. عادة ما يحذف 20% من مجموع المشاهدات، وذلك بهدف عزل المشاهدات ذات التباين المنخفض عن المشاهدات ذات التباين المرتفع، فتبقى مجموعتان من المشاهدات. تتكون كل مشاهدة من N ناقص M، هنا حجم المشاهدات الأصلي، عندما حذفنا منه M وقسمنا المجموع ما تبقى على 2 بكون عندي N ناقص M على 2، هي المجموعة الأولى. نقوم الآن بانحدار كما ينبغي للمجموعة الأولى
ونحصل منها على البواقي. إذا مجموع بواقي المجموعة الأولى S1 تساوي مجموع from I equal 1 to N ناقص M على 2 ل EI تربيع، يعني مجموع مربع البواقي من المجموعة الأولى. ثم نقوم بعملية الانحدار الثانية كي نجمع ونحصل على مجموع مربع البواقي للمجموعة الثانية S الثانية اللي هو مجموع مربع البواقي من المجموعة الثانية تساوي مجموع from J to equal 1 to N ناقص M على 2 اللي هي AJ تربيع. هذا الآن مجموعتان. لاحظوا لي ما الذي جرى هنا. هنا رتبنا المشاهدات X حسب يعني تصاعديا، وكل قيمة من Y يعني هذه القيمة ما هي القيمة التي قابلتها بY أصلا نضعها. عندما الآن قمنا بالإحدار حصلنا على البواقي، فنأتي هنا لاحظوا لي قسمناها إلى قسمين، هاي N ناقص M مقسم على 2 اللي هي المجموعة الثانية، والمجموعة الأولى N ناقص M على 2. عندما أجرينا الانحدار هنا حصلنا على مجموع مربع باقي، وهنا عندما أجرينا الانحدار وحصلنا على مجموع مربع باقي بحذف الآن التي بالوسط. الآن التي بالوسط ماذا؟ نقوم بحساب نسبة المجموع الأول لمربع البواقي إلى المجموع الثاني. يعني الآن حاصل قسمة مجموع مربع البواقي الأول على عدد درجات الحرية هون degrees of freedom اللي هي N ناقص M على 2، منطرح كمان منه 2 K اللي هي عدد المعلومات اللي قدرناها بافتراض أنه قدرنا A و B. هذا الآن إذا مجموع مربع البواقي الأول مقسم على درجات الحرية، كل هذه مقسمة على ثاني مرة مجموع مربع البواقي على degrees of freedom، فبطلع عندي توزيعها F. هاي F الآن إذا كانت هاي بنسميها F المحسوبة التي حسبناها من التقدير، إذا كانت هذه F المحسوبة أكبر من F التي في جدول F مقابل مستوى أهمية يختاره الباحث، يكون مستوى قوة 5% 1% 10% مثلا، فإن ذلك يدل على وجود مشكلة لا تجانس التباين. أوكي، هاي مهم جدا. إذا هذا اختبار جولدفيلد اللي هو الثاني. الاختبار الثالث والأخير بالنسبة لنا في هذا المقطع اختبار معامل ارتباط سبيرمان للرتب سبيرمان رانك كوريليشن. يعتمد هذا الاختبار على احتساب القيم المطلقة للبواقي من معادلة الانحدار اللي هي yi تساوي a زائد b xi، ثم ترتيبها تصاعديا أو تنازليا مع قيم المتغير xi حسب رتبها، وأخيرا حساب معامل ارتباط سبيرمان للرتب، يعني على الباحث أو المتابع لهذه القناة أن يذهب، وفي عندي مقطع خاص عن القناة اذهب على البلاي ليست أو قائمة التشغيل اللي هي إحصاء وإحصاء وصفي، ستجد هناك مقطع عن معامل ارتباط سبيرمان حتى تفهم شو المقصود هنا. فبعد ما نحسب الآن معامل ارتباط سبيرمان نختبر المعنوية الإحصائية لمعامل ارتباط باستخدام الإحصائية التالية. هذا الآن حسبنا لنفترض بيكون طبعا بين السالب واحد والموجب واحد، حتى نشوف أهمية الإحصائية بأنه ليس بعيد عن الصفر. هذه إحصائية الاختبار T تساوي معامل ارتباط مضروب في الجذر التربيعي لحجم العينة مطروح منه 2 مقسم على 1 ناقص مربع معامل ارتباط، هذا بكون موزع حسب T بنون ناقص 2 من درجة حرية. إذا كانت الآن قيمة T المحسوبة، هاي T المحسوبة عفواً تيم محسوبة نعم أكبر من قيمة القيمة الجدول المجدولة عند مستوى الأهمية المحدد من قبل الباحث ودرجات الحرية نون ناقص تيم الحالة هاي، يفضل أن تكون طبعاً درجات الحرية عفواً حجم العينة أن أكبر أو تساوي 9. فإذا كانت المحسوبة أعلى من الجدولية فإن ذلك يدل على وجود مشكلة عدم التجانس أو لا تجانس التباين. وكما هو الحال في معظم الاختبارات المستخدمة فإن هذا الاختبار لا يعطي أي معلومة عن طبيعة المشكلة ولا عن صيغة لا تجانس أن وجدت، فقط بقول لك في مشكلة أو لا، لكن ما بعرف طبيعتها. طبيعتها نتعرف عليها إن شاء الله بما تبقى هنا من المقطع هذا. هناك عدة طرق لحل مشكلة لا تجانس التباين، يأتي في مقدمتها طريقة تحويل تباين الأخطاء العشوائية إلى تباين مستقر نسميها variance stabilization transformation، يعني بواسطة نحول يعني نقوم بتحويل تباين الأخطاء العشوائية إلى تباين مستقر. كيف؟
بواسطة ما تسمى variance stabilization transformation، ويمكن حل مشكلة لا تزال تبين الخطأ العشوائي بطريقة تسمى المربعات الصورة المعممة generalized least squared GLS، وعلى وجه التحديد طريقة مربعات الصورة الموزونة weighted least squared، إضافة إلى ما يسمى في بعض الحالات وليس كلها ما يسمى الانحدار المائيني أو الربيعي quantile regression في بعض الحالات. هذا إن شاء الله quantile regression قريبا جدا سأقدم عنه مقطع خاص. الآن يحتوي الجدول الآتي على أهم التحويل اللي هي كيف نجعل التباين الأخطاء العشوائي مستقر. هذه أهم طريقة، كيف هذا الجدول يبينها. أول تحويل اللوغاريتم الطبيعي، يعني أخذ الآن أحسب اللوغاريتم الطبيعي للمتغير التابع، حيث طبعا تكون إذا كانتها اللهم إذا كانت درجة لا تجاوز معتدلة القيمة، أو أن يكون لا تجاوز معتدل القيمة، فبنستخدم هذه الصيغة. هاي أول صيغة اللي هي صيغة التحويل بواسطة اللوغاريتم. في صيغة أخرى أني أخذ الجذر التربيعي، يعني أحسب الجذر التربيعي للمتغير التابع حيث تكون يعني لا يتجاوز معتدل القيمة، وتستخدم هذه الصيغة عندما يكون التباين متناسبا proportional مع متوسط y. الآن هاي y إذا كان التباين يعني يرتفع مع في علاقة بيناتهم تباين الأخطاء العشوائية يتباين مع هذا يزداد أو ينخفض معه، فالآن نقوم باستخدام الجذر التربيعي. أخيرا إذا كانت درجة التباين عالية جدا، لاحظوا لي إذا تناسب تباين الخط العشوائي مع متوسط واي بمقدار 4 أضعاف، فنستخدم مقلوب واي 1/y. في المثال القادم إن شاء الله هنا في يعني في هذا المقطع سأبين أننا لجأنا إلى هذا وإلى هذا، لكن الذي نجح فقط هذا، سأبين ذلك خلال المثال الآتي. الآن هناك عدة طرق كما ذكر تجانس، أوكي. لو كانت خط الآن لو كانت معادلة الخط المستقيم كما يأتي y تساوي a زائد b x i زائد error، فإن التحويل يتم كما يلي. أخذنا الآن حسبنا اللوغاريتم الطبيعي للطرف الأيسر وبقي الطرف الأيمن كما هو. إذن عندي y تساوي a زائد b x i زائد error اللي هو الإبسلون هنا، فبنأخذ إحنا اللوغاريتم الطبيعي فقط للطرف الأيسر natural log of y تساوي a زائد b x i زائد الايرور. بعد تحويل المتغير التابع مثل ما هو مبين تكون صيغة المعادلة مقدرة كما هي. هاي الآن بعد ما قدرنا a و b فبتكون natural log of y hat المقدرة تساوي a هات زائد b hat x. لكن حتى نستطيع أن نتنبأ بكون بالحالة هاي، التنبؤ يكون بواسطة إعادة تحويل كما يلي. نعمل exponentiation يعني a هاي للقوة نرفعها لقوة الطرف الأيسر، يعني تصبح E للقوة الطرف الأيسر تساوي إذن E لقوة الطرف الأيمن. ما يعني الآن لأن الـ E هي عكس اللوغاريتم، والعكس هو دال اللوغاريتم هو دال العكسية للـ E، هي عبارة عن عدد نابير أو نابير نمبر. E اللي هي تساوي limit as مثلا X approaches infinity of 1 زائد 1 على X لقوة X، هاي دائما لا تتجاوز 2.7818، يعني بمعنى آخر هذا العدد الطبيعي أو ما يسمى عدد نابير. فبكون بالحالة هاي y hat تساوي e للقوة ألفا هات زائد بيتا هات x. دعنا نجرب ذلك بمثال. مثال نفترض وجود البيانات الآتي، هذه بيانات حقيقية من قاعدة بيانات أمريكية عن أعوام الخبرة EXI لمجموعة من العمال على خطوط الإنتاج وكمية الإنتاج بكل واحد منهم. عندي الآن العامل الأول الثاني عندي 23 ثم أنا بكملهم. هاي العامل الأول الآن معاه خبرة فقط سنة واحدة بنتج معدل إنتاجه 25. العامل الثاني معاه سنتين خبرة معدل إنتاجه 21. ثم العامل الثالث عدد سنوات الخبرة 3 22، وهكذا. فلاحظ في تباين. نأتي على بقية العمال حتى 47 عامل، هاي كمية الإنتاج مقابل سنوات الخبرة. عندما الآن قمنا بانحدار فقط بسيط اللي هو كمية الإنتاج على سنوات الخبرة، حصلنا على عند إجراء انحدار QI على AX، يعني كمية الإنتاج قمنا بإجراء انحدار QI
على اي اكس اي اللي هو كميه الانتاج على الخبره، نجد بان البواقي تظهر تباين متغير. لاحظوا هنا صحيح بان معامل الان هذه ستاندرد ايرور او الخطا المعياري منخفض، وهذا تقريبا منخفض، وار سكوير كويس، لكنه هذا لا يفي بالغرض، لانه عندما رسمنا البواقي وجدنا بان هناك انفراج، كلما زادت الان عدد سنوات الخبره بنلاحظ على انه البواقي ترتفع هنا وتنخفض هنا، ما يعني بقيت المشكله. سنجرب حاله اخرى اللي هي اذا اخذنا فقط لوغاريتم الكيو اي وعملنا له انحدار على اكس اي. فدعنا نجرب. هنا الان عند اجراء ال ان اللي هو اللوغاريتم الطبيعي لكميه الانتاج على عدد سنوات الخبره، نحصل على الناتج الاتي، ونجد بان البواقي تظهر تباينا منخفضا. هنا انحلت المشكله. هاي البيانات بعدما حولناها من كيو اي الى الناتشرال لوج اوف كيو اي، الاكسبيرينس بقيت كما هي، يعني هنا فقط اللوغاريتم الطبيعي لكميه الانتاج، سنوات الخبره بقيت كما هي، هاي لبقيه العمال، هذه الان اللوغاريتم الطبيعي لكميه الانتاج مقابل سنوات الخبره، ف 47 عامل الان. لاحظنا انه الان النتيجه تحسنت، واصبحت الان في الطرف الايسر اللوغاريتم الطبيعي لكميه الانتاج تساوي 2.9403 زائد فاصل 0.482 في سنوات الخبره، الار سكوير تحسن وهذا بقي منخفض لاحظوا جدا، ما يعني بان هذه المعادله تفي بالغرض وهي ممتازه جدا. هاي الان البواقي لاحظوا لانها استقرت على مقدار ثابت لا زياده ولا نقصان، بقيت بينها خطين متوازيين. اما في الحاله السابقه ارجع لها بعد اذنكم، هذه الحاله السابقه الان لاحظوا لي عمالها ترتفع كلما زال سنوات الخبره، هنا في عند ارتفاع الى الاعلى وهون انخفاض الى الاسفل. فنرجع هون المشكله انحلت بفضل الله لما عملنا تحويل ترانسفورميشن كيو اي، عملنا الناتشرال لوج او اللوغاريتم الطبيعي الى كيو اي. فلكن التنبؤ نعمل يعني بسموه اكسبوننشيشن هنا الان، اما معادله التنبؤ فتكون برفع اي لطرفي المعادله اللي هو ذا انفرس اوف لوج لطرفي المعادله، فتكون الان هذه كيو هات سب اي تساوي اي للقوه هذه. عندما الان ذهبت الى الاكسل برنامج الاكسل وعوضت عن قيم اكس اي اكس اي اللي هي سنوات الخبره الحقيقيه، حصلت على المنظر الجميل الاتي اللي هو هنا هذا الان المعادله. لاحظوا لي كيف انه المعادله المقدره هذه مقارنه مع البيانات الفعليه، المنحنى السميك هذا الذي يتعرج لاحظوا لي هي البيانات الفعليه، اما البرتقالي الغامق هذا هي البيانات المقدره، ما يعني بانه المعادله يعني رائعه بكل مقاييس حلت المشكله. هاي واحدة من طرق الحل. في عندي هناك طرق أخرى، يمكن الباحث أن يتلمس شكل أو مقدار تباين الخط العشوائي ولو بشكل تقريبي، يتلمس قيمته من خلال التجربة والخطأ. وعلى سبيل المثال لنفترض بأننا النموذج الإحصائي أخذ الشكل التالي، هذا الآن النموذج القياسي كيو آي تساوي A زائد B في إكس آي زائد الإبسلون الخطأ. الآن ممكن الباحث يقول والله أنا بعتقد بأن الفارينس للايرور يتناسب تناسب طردي كي هذه مع سنوات الخبره فقط مرفوعه القوه واحد بالحاله هاي، وهذا يعني بان الباحث يستطيع ان يتخلص من المشكله بقسم الطرفي المعادله على طرفي المعادله كلها على الجذر التربيع على سنوات الخبره كما يلي. الان كل شيء بدهم الطرف الايسر والطرف الايمن بدهم ينقسم او يتقسم على الجذر التربيعي العكس. هاي واحدة من الحلول إذا بيعتقد، اللهم شرط أن يعتقد الباحث واعتقاده يكون مبني على علم حقيقي بأن الفارينس للإيرورز المقدرات هنا تتناسب تناسب طردي مع سنوات الخبرة. عند حساب تباين الطرفين المعادلة بعد عملية القسم نجد بأن تباين الخطأ العشوائي يستقر عند قيمة ثابتة، ما يعني بأن المشكلة انتهت، اللهم إذا كان اعتقاده صح. هنا آخر شيء، يمكن الباحث أن يجري انحدارا تربيعيا بسموه كوادراتيك، خاصة إذا كانت البواقي تظهر اعوجاجا على شكل منحنيات
تربيعية أو ما شابه بحيث تكون صيغة النموذج كمالي. ممكن نساوي الآن QI تساوي A زائد B1 في سنوات الخبرة زائد B2 في مربع سنوات الخبرة، لكن النتيجة التي قدرتها كانت كما يلي. لاحظوا لي هنا في عندي مشكلة سأبينها بعد قليل، وعندي ممكن يكون أخذ اللوغاريتم الطبيعي للكمية الإنتاج وقام بانحدار على سنوات الخبرة ومربع سنوات الخبرة، هنا نفس الإشي لكن هنا كمية الإنتاج هنا اللوغاريتم الطبيعي، هاي النتيجة التي توصلنا إليها. لكن في عندي مشكلة هنا، ما هي المشكلة هذه؟ هذه الآن غير يعني insignificant من ناحية إحصائية، بمعنى آخر كأن معامل سنوات الخبرة يصبح صفرا وهنا معامل هذا يصبح صفرا، أي أنه في المعادلة الأولى ليس هناك خبرة والثاني ليس هناك خبرة لكن مربع خبرة، ولا بد شطبها وإعادة هذه التجربة، لا غير مضمونة تطلع النتائج حتى لو شطبنا هذا المعامل وأعدنا الحساب والانحدار ما في ضمان. هنا الآن هذا غير مهم إحصائيا لكن ليس هناك ضمان. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة. هذا هو الجزء الأول إن شاء الله، وبإذن الله في المقطع الثاني سأبين اختبارات أخرى وطرق حل أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.